السلام عليكم. مع وصفات مواليد راح نديرو حلوه جافه. هاد الحلوه واش غنشوفو فيها؟ عندي هنايا لا مارغارين، هي 125 غرام تاع مارغارين تكون طريه. راح نحتاجو هنايا نص كاس تاع سكر رطب، نص كاس تاع مايزينا، زوج بيضات كاملين، لافاني، نص كيس تاع خميره كيميائيه، نص كاس تاع الزيت. دائما الحلوه فيها لا مارغارين نحب نزيد لها الزيت والفرينه باش نلمو العجينه تاعنا. اليوم راح نستعمل انا هاد الليمون باش نشكلو الحلوه تاعنا، يعني راح تجينا على حبه. مثلا هذا وهذا كيف كيف، فقط هذا بسيليكون يدير 50000، وهذا يعني ماشي طري بزاف وماشي خشين كيما البلاستيك، يعني شوفوا يتعود لكن يشاد روحو. هذا يدير 20000، كل وحده تشري واش يناسبها. راح نديرو به بزاف وصفات يعني تاع حلوه بدون طهي. نديرو هاد الوصفه تاع نهار اليوم، يعني عنده عدد استعمالات، واش مليح فيه انه يجينا على حبه. اذا هنا واش ندير؟ ندير هذاك النص كاس تاع السكر الرطب، نزيد معاهم نص كاس تاع الزيت. دائما في الحلويات خير الزيت اللي ما تكونش فيها الريحه، كيما هذه تاع اليوم الباهيه حقيقه ما فيهاش كامل الريحه، رائعه للحلوه، كنا يعني جربناها من قبل مع بعض. اذا ندير لهم هذاك النص كاس تاع الزيت، نحب ندير كل شيء مع بعض في الاول. ندير لهم مغرفه صغيره تاع لافاني، ندير هذوك زوج بيضات كاملين، ونخدمهم حتى نحصلوا نوجد فقط الكيس تاع خميره كيميائيه. نفتحوا نحطوا على جهه ونبدا نخدم هذا الخليط هذا حتى نحصلوا على خليط يكون كريمي. بسم الله. اذا ها هو الخليط تحصلت عليه. ندير هذاك النص كاس تاع مايزينا اللي هي النشا. اليوم فقط راح نديرو فيديو تدعيمي القناه مطبخ وتدابير ريما. زوروا القناه وعطوني رايكم فيها. نزيد الفرينه. اذا زوروا قناتها، نبدا ندعموا شويه القنوات الصغيره، عطوني رايكم في قناتها. انا عجبتني صراحه، يعني طريقه التقديم تاعها حتى الوصفات اللي دايرتهم. اذا نبقى نزيد في الفرينه، ندير نص كيس تاع خميره كيميائيه ونبقى نزيد في الفرينه حتى نلمو العجينه. يعني نص كيس راح تكون كافيه في هذا المقدار هذا. اذا نزيد الفرينه تنحصلوا على عجينه تكون طريه وما تلصقش في اليد. هنا فاش راح نشكلوا الحلوه تاعنا، راح نوريكم طريقه سهله وبسيطه. نحكموا كميه تاع العجين، اذا نفتحوا على شكل حلبوش، يعني اللي يدخل لنا في هذا المول تاع السيليكون. ما نكذبش عليكم، تاع السيليكون عجبني بزاف على تاع البلاستيك لانه يساعدك في الخدمه. من بعد نديروا لهنا ونمشي، ما تحسي انه يعني راه هنايا بزياده نحي عادي. اذا نمشي، لاحظوا معايا مليح الطريقه هكذا باش تجيكم العمليه سهله. مثلا هنا خصني شويه، نزيد شويه تاع العجين وندخلو، جاتك بزياده نقصي شويه. دوك نوريكم كيفاش تنحوه هكذا باش تجيكم العمليه سهله. اذا لاحظوا معايا، نحب انا دائما نستعمل كيس بلاستيكي، نقلبو على كيس بلاستيكي بهذه الطريقه. من بعد نرفد هذا الطرف هذا حتى تنحالي، هذا الطرف تاع العجينه يتنحالي. من بعد شوفوا كيفاش ننحيه بهذه الطريقه هكذا، ماشي راح يلصق لك. اذا ننحي غير بشويه حتى نكملوا كامل الطرف. ها هو شوف كيفاش خرج لنا. نقسموا هنا، راح نقسموا على اربعه. اذا نقسموا على اثنين هكذا باش يجينا على حبه، ونزيد نقسموا على اثنين وعلى اثنين. اذا لاحظوا معايا الحبة تاع الحلوة تاعنا ها هي معنا، شوفوا شحال جاتنا شابة. نكمل كامل الكمية اللي عندي. من بعد ما عمرت السنيوات تاعي، ندخلها الفرن على 180 درجة حتى تشوفوه طاب، وخذ هذاك اللون الذهبي الخفيف نخرجوه. الحلوة تاع نهار اليوم ها هي معنا واجدة. مثلا هذا النص طيبته شوية بيض كيما رانا نشوفو فيه، وهذا حمرته. من دابكم يعني ما نكذبش عليكم، انا نحب الحلوة تكون شوية حمرة وتجي فيها ديك البنة تاع القرمشة الخفيفة. قطعت لي كميه لاباس بها. هاي الحلوه معنا. مثلا حبيتي ديري حبه على حبه، تقدري ديري حبه على حبه وتلصقيه. شوفوا الشكل تاعو شحال يجي شباب البنات، يجي رائع بهذاك لومو الا صبتوه غير شلوه. اذا ها هي الوصفه معنا واجده، تقدري تلصقيه
بالمربى وديري هنايا يعني اللي حبيتيها. الوصفه تاعنا هاني ماني واجده معنا، بلا ما ننساو نزورو قناه تدابير وصفات وتدابير ريما. عطوني رايكم في لي كومونتير، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.